أحداث مرت من هنا خلفت وراءها الذكريات وظلت ملامحها شاخصة في التاريخ، كوارث طبيعية، زلازل وأعاصير، ومنها الزلزال الذي ضرب العاصمة الأمريكية واشنطن وضواحيها. لم يكن مروره كعابر سبيل، بل ألحق أضراراً فادحة في بعض المباني، ومنها هذا الصرح نصب واشنطن التذكاري. في 20 من آب أغسطس ضربت هزة أرضية ولاية فيرجينيا الأمريكية، الهزة الأرضية التي بلغت 5.8 على مقياس ريختر، شعر بها الناس في العاصمة واشنطن أيضا. ومع أن الهزة لم تسفر عن خسائر بشرية، إلا أن الخبراء أشاروا أنها الأعنف منذ 1000 عام. هنا في وسط المدينة كان كل شيء يهتز، شعرنا بهزة قوية وكان ذلك مثيرا ولكنه كان مخيفا أيضا. شعرت بالهزة الأرضية فهرأت مسرعا إلى حديقة منزلي ورأيت النوافذ تتأرجح، كان الأمر مخيفا فعلا. في 26 من شهر أيلول سبتمبر ضرب أعصار أيرين السواحل الشرقية للولايات المتحدة، وبلغت سرعة الرياح حوالي 195 كيلومترا في الساعة، في حين تبلغ السرعة الطبيعية للرياح حوالي 63 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة طوارئ رسميا في البلاد، وبلغت الخسائر المادية نحو 2.5 مليون دولار. في 3 من أيلول سبتمبر ضرب أعصار استوائي ولاية بنسلفانيا والولايات المجاورة مخلفاً الدمار فيها، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المناطق التي هب عليها الأعصار وأدى إلى تضرر الآلاف من المواطنين وإلى خسائر مادية قدرت بحوالي أكثر من 6 ملايين دولار. أتذكر أن ذلك اليوم تسبب في نزوح العديد من الناس إلى مناطق أخرى وتسبب في الكثير من الدمار. ربما أن العام 2011 هو عام الثورات الطبيعية في الولايات الأمريكية، مثلما هو عام الثورات السياسية في الدول العربية. ألان درغام لبرنامج اليوم، واشنطن.